تابعين حلقتنا ايدي بونجور. بونجور تمام. شو الوضع اليوم؟ عم بقول عنا في شعب هون عم بقول عنا انه انا غالي مطعم غالي. مين؟ طيب عزمه مع بعض مبادرة. قلت له بدي احكي على بدي احكي على ماشي معزوم معزوم ايدي خلص عزيمة علي اقل شيء ولو. طيب اليوم لحمة اليوم عاملين ايه للاسف بكل اسف بما اني ما بحب اللحمة شو في باستا اليوم عامل عامل لازانيا اوكي لازانيا بس لففها هلا مثل ما شايف سلقها قبل وعملها رول لففها هيك مهضوم شكلها عامل لحمة معها انتريكوت طبخها قبل بليلة كرمال محل لحم ينطبخها هون بس شوية يعني حطيتها دقيقتين بالفرن بعدها مثل ما بتشوف لونها روزيه في مع بابريكا في مع توم في مع جينجر في مع بصل في مع مشروم فريش في مع ليك في مع كاروتس رح نعمل مثل باستا رح نعملها عادة بتشوف اللازانيا محطة بالفرن مع جبنة وخبريات وهيك لا رح نعملها المرة هالطريقة كيف كأنها تالياتيل أم شيء أوكي يعني رح نعملها طبق يعني دغري رح نقليها بالمقلاية تا ما نحطها بالفرن يعني ما فيها فرن رح بلش بالجزر عملوا جوليان شو بك زعلان؟ عم بكتشف اشياء جوليان جوليان بتسميه جوليان جوليان يعني بنعملها هيك طويله مثل الليكس مثل هون رفيعه اوكي هون الليكس عملهم كمان قبل الليكس بعملهم قبل ليه بحطهم بالمي تا يفرشوا هيك عندي مشروم فريش شامبيون دو باري العادي بدنا نقول انه نحن بحاجه لزبده صح مكعب بنطعم فيه يعني حسب بنطعم فيه صح يعني يا لحمه يا لحمه دجاج حسب شو عاملين بصل ثوم شو هيدي كزبره بقدونس وبابريكا مدخن بس مك بابريكا وجبنة عندي البارميزان وعندي كريم كريم فريش كريم فريش سو هلا كله رح فوتها بال مع بعض اول شيء رح بلش بالمشروم بدي اقلي المشروم اول ستيب اوكي هون رح بلش بالباستا تسخين باستا اوكي وقت نسخن الباستا على طول بنحط شوية مي وبشقفة زبدة صغيرة إلي اوكي الباقي نحطهم هون لكن بلشنا مشروم مثل ما شايف هون بلش ببصل وثوم اول شيء اخر شيء بنحط بصل وثوم تنكه تضل نكهه البصل والثوم رايحين مع الاكل مش نقليهم وخلص راح طعمهم اوكي ببلش بالمشروم نرجع في شيء بدك اعمل لك اكيد بلا لحمه طيب هلا نعمل طريقه ولا ما رح دوق وما بقدر اعطيك رايي حرام تدوقها هيدا حرام تدوقها انا لسه بدي ادوق مع لحمه ونوه ايه طيب حطيت المشروم مثل ما قلت لك الي رح احط ارجع جزر بدنا نعمله على نار ما كثير قويه بس ما قلنا مشروم اول ما حطيته ما حركته ما شفت ما حركته خليت المشروم يلدع ياخذ لون ذهبي مثل ما بيقولوا يلدع من تحت يعني يعني اذا بقلبها دغري بتبق ميته بصير كانه عم ينسلق وما ملحته اهم شيء لان ملح يعني حشوة لازانيا بدك تنعمل كلها قبل ما بدك تفوتها على الفرن ترجع ما فوتها على الفرن لا رح اعملها مثل تالياتيل اوكي يعني رح احط رح اقصها هلا شوي اللازانيا رح اشوف كيف هلا رح نقصها بعد شوي انا عم سخنها
رح قصها واعملها بالصحن عادي هيك، عرفت؟ مش انه بطريقه اللازانيا. لازانيا اوكي، يعني ما رح تكون طبقات مثل ما بتنعمل لازانيا بشكل عادي، بس احنا عم نستعمل الباستا الخاصه باللازانيا، صح؟ اوكي، رح ارجع احط هون. رح يزعلوا منا الطليان، بس انه ماشي بالعكس. ايه بنعطيهم اشياء هلا اشياء جديده. هلا بايطاليا ما بيحطوا لها جبنه للازانيا. بلا اكيد. انا رحت لهونيك وما حطوا لها جبنه وانفقست. هيدا المطعم اللي المحل محل رحت عليه انت مش مظبوط. كان لازم اسالك. مش ظابط. ايه عم بوفر. اوكي رح احط هون. عم نطعمها هون اللي باللحمه زياده. هو بتشيل لك شوي لإلك قبل ما احط ال طيب رح احط البصل. عندي بصل هندي. اوكي الثوم نحطه اخر شيء. هيك الرحلة صارت القرف. اوكي نحط ثوم. كمان رح اقلب. برجع بقدونس. برجع بابريكا. بابريكا هذا مدخن. اوكي اوكي بابريكا مدخن اخر شيء. منقلي شوي هتغرب تطلع الريحه. هلا بتشوف احنا عم نشوف الروسات على الهواء. حط الكريم. اكيد فيهم يرجعوا يشوفوها على ويب سايت الام تي في mtv.com.lv على الفي او دي سيستم، وبدنا نقول انه كمان فيهم يشوفوها على صفحتنا الخاصه بام تي في لايف وعلى قناه اليوتيوب الخاصه بام تي في لايف. هلا هي وقت معقول الكريم فريش وبتشهي، بس تاخذ نكهه البهارات وال 100%. هي الكريم والشامبينيون والمي جمعت كل الطعمات ببعضها. يعني هلا مثل شوف كل الطعمات صارت موجوده، يعني الكريم طعمه من كل النكهات صارت. اوكي انت هيدي رح تكون لك. نحن رح نعمل هلا اللحمه. صوتين لحمه. الجبنه بتزيدها بالاخر. ايه خليها بس تغلي شوي تنكي ترجع. هلا اللحمه شو حاطين هون؟ هون حاطين مي وزبده. بدي احط الباستا. كثير قصها بالنص. انت سلقها قبل؟ سلقها آل دنتي يعني. ايه عن جد دقيقتين بالمي. ولففها ولا هي بتجي هيك؟ انا لففها. نحن بنعرفها انه شرايح مطاولة 100%. انا لفيتها من ترول عادي ما بدها شيء. هلا يمكن تفك شوي بالمي، بدنا نحط المي السخنة المفروض تفك. انا بدي اياها هيك عشان بدي اياها تفك هيك احلى شكل. رح نعملها على جنب. اوكي كرمال ما بياكل لحمه. مش انت يعني، اذا اجى زبون ما بياكل لحمه فما تقول انت كرمالك كمان. اوكي رح احط هاي. اوكي هلا بتخلص. هلا هون عم تغلي. خلص هون خلاص. ايه هيدي ما بنطبقها. هلا هون اللي شو عم نعمل؟ حطينا زبده ومي. ايه اوكي. شو بصير؟ كيف تسخن؟ دجال الباستا فيها نشا. اوكي
هلا وقت تسخن بكب النشا طابولة والزبده وبتنشف المي بتصير بتحسها مثل كمشه الزبده كمش. على الباستا اوكي وهيدي انا بلس هلا وقت تنشف شوي بتغلي مثل ما لازم برش لها رشه بارميزان اوكي بتعمق اكثر للباستا يعني اذا بتاخذ تسحب اذا كنا عم ناكل ما اجى صوص عليها بكون في بارميزان بكون في بارميزان طعم اكثر اوكي اوكي بعد في بعد في عندنا بس اللحمه عملها بهيدي طول اللي نحط زبدة ونحط نقطة زيت كرمال ما تحترق الزبدة شغلة أساسية مثلا إذا عملنا باستا بنحط زيت زيتون بنحط زيت حليب اللحمة قلت لك اللحمة طبخها قبل شوية ماشي معمول مشوي محطوط دقيقتين بالفرن اوكي بنشيلها بنعملها سلايسز ليه بنعملها هيك ليه ما بنحطها دغري كرمال ترتاح يعني هلا حفرشيك هلا حفرشيك اللحمه قد ايه طريه كيف ترتاح وقت ترتاح وقت يطلع الدم منها قد ايه بتطرى اللحمه ليك ايدي ليك فهمت فروت فرت اوكي يلا ليك كيف شوفها عرفتها اوكي هيك وقت تطلع منها الدم بطل في شيء سو بنحطها حرام ما تاكل انت لنا شوي هربت كمان ايه اوكي رح نشيلها شوية بابريكا عن جد اللي بعملها صوتي يعني ما بقليها تستوي كتير نتفي الثوم نتفي الجينجر رش الجينجر اوكي هيك اللحمة نكهت أخذت طعم الجينجر أخذت طعم الثوم وهي مشوية حتى إذا عندنا لحمة باقية بالبيت من قبل أو شيء فينا كمان نستعملها براس هيك كمان كمان شوية بارميزان ندوب عليها نحن تقريبا خلصنا من شكل الشغلة الأساسية 100% كيف نخلي اللحمه ماشي خلصت اللحمه خلصت انجع بدنا نعملها هون الباستا بتطلع بتشم هيك بصير المي لونها على لون زبده والنشا اوكي هلا من جوا عم تسخن سخنت بالاحرى بعد رول كيف رح نقدمها مسحون دغري؟ ايه رح نعملها بالصحن نقي الصحن اللي بدك اياه
طريقة التقديم أكيد مختلفة عن ال أكيد يعني، بس بضل تسميها لازان أكيد، هي العديد لازان يعني بناء محمد. على ال دائما في مجال لحتى يعني المطبخ ما يكون محصور بإطار معين، دائما في له مجال للتجديد، بدها أكيد جرأة ولازم تكون النتيجة منيحة بالضبط هيك ظابطة. نجي نحط لها شوي من الزبدة نحن رح نكفي بالتحضير لتقديم طبقنا المميز لليوم، رح ندوق بعد البريك، خليكم معنا. أنا بلشت أكل قبل. ليك شو حلو شكل الصحن؟ يعني بس إنه أنا ما رح سميها لازانيا بهيك شكل، بدها غير اسم. تزعل منك. بدها لازانيا شي. بدها لازانيا شي. حلو. ما قضيت على لازانيا. حلو جميل. بين الطليانية. دقيقة بعدين إيه اللي نسميها؟ هات لنشوف شو بدنا نسميها. فيها لحمة على فكرة. أكلة. كريبو. يعني هي البط بس لازانيا. هي البط لازانيا اكيد. بس انه هذه لازانيا غير يعني مش لازانيا عادية. هي البط لازانيا ايه مش لازانيا، نحن قلنا رود لازانيا معمولة. كريبو. ما حطينا فيها مثل الانجريدينز العادي، صوص طماط وخط بيشاميل وهيك. ايه. حطينا سموك بابريكا، حطينا لحمة، حطينا خضرة، غيرنا شوي الانجريدينز. توب جود جود. ايدي نحن بدنا نشكرك على كل دائما الاكلات الطيبين و اوت اوف ذا بوكس. ثانك يو. ومنتلاقى معك الخميس اللي جاي اكيد. كاتيا شو مكملين؟ مكملين بعد شوي مع سانتي مع دكتور ابراهيم دنيا، وموضوعنا هو الحول عند الاطفال. ممتاز، لكن بترككم مع كاتيا ودكتور دنيا بسانتي بعد شوي.